كما تلاحظون انطلقت الدراسة فعليا بجميع المؤسسات التعليمية اليوم تسعود شتنبير بعد ما تم استقبال التلاميذ منذ الأسبوع الماضي. إذا كان هذا واحد التحدي أنه الدراسة تنطلق بشكل فعلي، ولكن تنطلق على أسس تربوية بحيث اليوم تم تمرير روائز تموضوع لفائدة التلميذات والتلاميذ من أجل تحديد مستواهم الدراسي، وأيضا من أجل ضبط تدخل الدعم في إطار المقاربة العلاجية من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وهذا هو جوهر العمل اللي كنقوموا به في إطار تنزيل مشاريع خارطة الطريق، واللي في الحقيقة كنلقاو فيه جواب عملي من خلال مؤسسات الريادة سواء بالابتدائي أو بالإعدادي التي يعني تم اعتمادها هذه السنة. هذا الأمر هذا أيضا تواكبه مجموعة من العمليات قامت بها الأكاديمية سواء على مستوى تجهيز المؤسسات الجديدة واعتماد عدد مهم من المؤسسات التعليمية والحجرات الدراسية من أجل الحد من الاكتظاظ، وأيضا تخفيف من الأقسام المشتركة اللي اليوم الحمد لله ما بقات عندنا حتى شي قسم مشترك على مستوى الجهة أكثر من ثلاث مستويات، بالإضافة إلى مواصلة تعميم التدريس الأمازيغية وأيضا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية على المستوى الإعدادي. الظروف والشروط اللي كنشوفوها اليوم مشجعة، وكاين انخراط ديال الأطر الإدارية والتربوية. نتمنى أن تكون إن شاء الله سنة دراسية متميزة.